بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه جدا، كمان هيكون فيها ضيفي وضيفكم في الجزء الثاني، الكابتن محمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين بإنبي، والحديث عن المواهب داخل إنبي. لا حديث يعلو فوق الخماسيه، خماسيه الجمعه الماضيه في مباراه الاهلي والزمالك. لما بنتكلم النهارده بلغه الايام، النهارده الثلاث، يعني فات سبت حد اثنين ثلاث، يعني النهارده يعتبر الهدف الرابع، هدف ديانج اللانج. فاكرين الركنيه بتاعت مجدي قفشه؟ ركنيه ولا اروع، وتسديده اكثر من رائعه من ديانج صاحب الهدف الرابع، والنهارده كمان اليوم الرابع بعد يوم الجمعه وخماسيه النادي الاهلي. النهارده حابب افتتح حلقتنا النهارده مع واحد من اشهر المعلقين في الوطن العربي. دائما وابدا جماهير النادي الاهلي دايما بنستمتع بيه، هو صاحب مقوله القضية ممكن، كابتن عصام الشوالي. تحياتي ليك يا كابتن عصام، ومنور قناه الاهلي. تحياتي ليك كابتن اسامه، تحيه لقناه الاهلي من خلال معلقيها ومقدميها ومديريها وتقنييها وفنييها الكل وجمهور القلعه الحمراء. كابتن عصام الشوالي، شاف ازاي الديربي بين الاهلي والزمالك من اقوى الدربيات؟ مباراه انتهت بفوز الاهلي بخماسيه، اكيد نتيجه تاريخيه في تاريخ النادي الاهلي. الديربي كان منتظر، اذكر اني قبل 24 ساعه من القمه والديربي كتبت يعني تغريده على فيسبوك وتويتر تذكير بقمه الاهلي والزمالك وكيف سيكون الاداء، واتذكر يعني ما كتبت انه قلت الاهلي منتظر، الاهلي بعد انتدابات نار، ونادي الزمالك اللي حاول مواصله سلسله انتصاراته وافراح 100 عقبه. اللقاء كان الحقيقه حاجه مشرفه جدا للكره العربيه ككل، والكره المصريه بصفه خاصه، على مستوى النقل التلفزيوني، على مستوى الاخراج التلفزي، على مستوى الصوره، على مستوى الحضور النسبي الان والعوده للانصار والجماهير، وعلى مستوى الرقعه الخضراء. كانت مباراة من أعلى طراز، شفنا كورة، شفنا 8 أهداف، شفنا روح الديربي وروح الفانيلا الحمراء هي اللي تفوقت فنيا ورقميا في الأخير بعد مباراة كبيرة برشا، ونتيجة كما قلت أنت أكيد تاريخية، الأهلي الزمالك بالخمسة. شايف المواجهة التونسية إزاي بين علي معلول والمسلوسي؟ كانت مواجهة خاصة، مواجهة تونسية قدر فيها علي معلول يفرض سيطرته من البداية للنهاية. بالضربة القاضية يعني في حوار التوانسة، علي معلول تفوق، سيطر على حمزة المثلوثي هجوميا، حمزة ما لقاش الحلول على المستوى الدفاعي، جروا وجابوا معاه الارتكاب أخطاء، وشفنا ركلة الجزاء مثلا الأولى اللي كانت أحد منعرجات وتعرجات المباراة والديربي باش تكون هذه النتيجة الثقيلة، اللي في فترة الزمالك فقد توازنه، والنادي الاهلي يعني استثمر الفرصه وكان واقعي جدا وكان ناجع جدا امام المرمى. تقريب في ديربي يوم الجمعه حسب لو كنت انا نعلق يعني الكوره اللي حب يعمل الاهلي عمله، معناها مشاها الكوره على طوعه بين ظفرين. يعني الاهلي فرض سيطرته من البدايه للنهايه في المباراه كده، صح كده كابتن عصام؟ اكيد. كينو سلانا 3-0 في 20 دقيقه 25 دقيقه، 4-1 5-1، ما يحسب هو للنادي الزمالك هو كابتن عدم الاستسلام، وحاربوا لاخر لحظه ودقيقه باش يحسنوا في السكور، لكن المباراه وقتها توصل 5-1 يعني كانت في صالح الفريق الاحمر نتيجه واداء، وشفنا هدف مثلا اللي كانت طريقه عمرو السوليه على طريقه مارادونا اللي عملها لاول مره تقريبا في مونديال اسبانيا 82، معناها حاجه 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 واو، والهدف كان باش يبقى في تاريخ الديربي وفي نظره جماهير الاهلي والجماهير العاشقه الفريق الاهلاوي. لو الهدف ده قدامك كابتن عصام وعايزك تتخيله كده، ممكن تقول ايه على الهدف المارادوني من عمرو السوليه، اسيست اكثر من رائع، ومحمد شريف بمهاره عاليه، لو قدامك الهدف ده ممكن تقول عليه وانت كمعلق، حتى كشعورك كمعلق؟ ايه، هو شوف كابتن الحقيقه معناها انت فنان
على الملعب وهداف وعشت الجيل الذهبي والألقاب التاريخية للأهلي. فتعرفك الإحساس متاع الهداف، فأنا أيضا كإحساس معلق الآن وأنا رايق ما نتصورش كيف نعبر على الهدف. ممكن في المباشر أكيد باش تنفع، احنا نقوله في تونس تتخمر يعني تمشي مع الصورة واللقطة، ولكن هدف يدرس. أنا نتصور مارادونا يستنسخ في عمر السولية السولية بطريقة البيبي ديورو وشريف يكمل جمالية اللقطة وجمالية التابلو هكذا على الطاير يعني. ومن وحي اللحظه من سؤال فجئي للكابتن اسامه. ولو على الطاير احنا اكيد برضو استمتعنا بيها. علي معلول اصبح سفير تونسي في الكره المصريه وفي الاراضي المصريه، شاف ازاي النهارده علي معلول واصبح رمز كبير في الكره المصريه؟ شاف المستويات اللي بيقدمها ازاي مع النادي الاهلي؟ بصراحه علي معلول يعني عمل الخيار الافضل انه مشى للنادي الاهلي، الخيار الأميز وقت بقى مع النادي الأهلي، والخيار المستقبلي الأحسن أنه يبقى مع النادي الأهلي. يعني نقلة نوعية أخرى، هو استفاد من وجوده في الأهلي وأفاد النادي الأهلي، معناها عبارة على جناح. أنا بالنسبة لنا علي معلول حتى في المواجهات الأهلاوية ضد الفرق التونسية، هنا الجمهور الرياضي في تونس وجماهير النوادي يعرفوا أنه مصدر الخطر الأول، وهم كلهم لعيبة ما شاء الله يخافوا من الجهة اليسرى لعلي معلول. علي معناها تبارك الله يطير طيران الآن ما شاء الله عليه، ويقدم في أداء عالي جدا. مش نعطيك سكوب الآن، فوزي البنزرتي المدرب الشهير للكرة التونسية قال علي معلول يستاهل الجنسية المصرية لهذا الأداء وهذا التعود بالأهلي وهذه الإضافة للنادي الأهلي. معناها لو كابتن عصام الخمس أهداف، الهدف الأحلى من وجهة نظرك في الخمس أهداف اللي أحرزهم النادي الأهلي، هدف مين؟ هدف علي معلول ركلة الجزاء، وركلة الجزاء صعبة في وقت صعب، ولا هدفين ديانج من تسديدة أكثر من رائعة، ولا هدف محمد شريف من الأسيست العالمي المارادوني من عمرو السلاي؟ الهدف الأحلى من وجهة نظر الكابتن عصام الشوالي. شفنا يا فنان يا هداف، شفنا كريمة مختلفة في أهداف الأهلي، ألوان مختلفة. شفنا ديانج يقدر يأثر في اختياري، لأنه كابتن هالنوعية تبع الأهداف صارت قليلة جدا في الكرة عنا في الكرة العربية، التسديد والطريقة الهدف الأول وكيف يضرب اللقطة فنية. علي معلول في وقت صعب كما قلت أنت كبرودة الدم والثقة أنه شوت بتلك الطريقة، لكن أنا نقول ممكن تنفيذ البينالتي موجود وتسديدات ديانج موجودة وتتسجل أهداف بالعشرات. أنا أختار هدف السولية مع شريف لانه الدويتو في الاستقبال الكوره والانتهازيه شريف وقت مشى للباس والطريقه ما نشوفوهاش في ملعبنا العربيه، ممكن نشوفوه الباس بالطريقه التكنيك نتاع عمرو السوليه نشوفوها مره في 100 سنه في الملعب العربيه. احنا شفنا هدف سجله بيبو الخطيب في مرمى الشهير الاسطوره عتوقه في 78 وقت سحب الكره امامه حتى قعد الهدف هذاك ما شفناش في الكره العربيه. نفس الشيء الان الهدف هذا يمكن ما تشوفوش الا بعد 50 سنه لمن يحيا في الكره العربيه. لذلك انا اختار الحقيقه الهدف نتاع شريف في الجيست نتاع السوليه. وانا اتفق معاك برضه، هدف محمد شريف من احلى الاهداف. حضرتك كابتن عصام كنت في بدايه المكالمه بتتكلم عن سكواد النادي الاهلي القوي، سكواد النادي الاهلي القوي النهارده، هل النادي الاهلي بالسكواد القوي والاداء القوي هل ايضا مرشح للفوز للمره الثالثه بدوري ابطال افريقيا من وجهه نظرك؟ ما غير شك ولا اختلاف، والشوالي ما قاله البارح من 24 ساعه في اذاعه مغربيه يكررها في القناه الاهلي. يعني انا كمعلق رياضي من زاويه فنيه مش في القناة المغربية أقول والله الرجاء والوداد هم الأفضل، وأجي في القناة المصرية أقول الأهلي، وفي قناة تونسية لا، الواقع يفرض نفسه. النادي الأهلي عنده أسباب نجاح متواصلة ومستمرة، لذلك يبقى هو المرشح الأول. أولا جانب الاستقرار الإداري، والأهلي كابتن عنده ميزة وعندكم ميزة استثنائية، لأنه الله يرحمه صالح سليم الكابتن حسن حمدي للكابتن محمود الخطيب
لعيبة وفاهمين كورة وترأسوا النادي الأهلي، وهذا مهم جدا، لأنهم معظم الأندية يرأسوها شخصيات، الطبيب وال ممكن اللي ما لبسش الشورت، أنا نقول ما لبسش الشورت ولعب، فهذا إضافة على المستوى التسييري وعلى المستوى الإداري. اثنين، الاستقرار المالي. الأهلي ما شاء الله معناها تبعت البادجت وين وصل النادي الأهلي لعشر مرات ميزانية الفرق المنافسة في الفرق شمال افريقيا، مهم جدا، لانه الاهلي انا قلتها البارح في الاذاعه المغربيه قادر انه ينتدب لاعب 4-5 مليون دولار، المنافسين نتاعهم ما يقدروش، وهذا يحدث الفرق، لانه العزيمه فقط والروح والديربي واثاره التنافس تنفع، ولكن تكسبك المباراه مش البطوله. لذلك انا قلت واكررها، بالنسبه لي انا الزوز فرق مصريه هما الان زايدين كما تقولوا في مصر سنه على الفرق المغربيه خاصه الوداد، والفرق التونسيه نحن ننتظر ونستناو، لانه الترجي والنجم الساحلي في فتره احلال، مدربين جدد، لاعبين جدد، نستناو الميركاتو اللي مطالبين انهم يعزوا صفوفهم باش ندخلوا ايضا المنافسه بكل قوه، ونقدروا انه كالعاده نكونوا في الفاينل في السيمي فاينل، لان البطوله مفتوحه لكل الاحتمالات، ولكن البطوله اكيد عربيه. الأندية المصرية الآن هي الأفضل وعندها أسبقية، خاصة النادي الأهلي بالتعزيزات متاع السنة، بالاستمرار مع موسيماني، مع الفريق اللي اكتسب خبرة، ونشوفوا كابتن النادي الأهلي هل يدخل جينيس بوك الكرة الإفريقية أم لا، أنه يصبح أول فرقة تربح البطولة 3 سنين، لأنه تعرف صارت مازيمبي والأهلي والترجي مرتين ربحوا في مناسبتين، وإنيمبا مرتين، لكن 3 مرات عمرها ما صارت. نشوفه هل يقدر الفريق الأحمر على هذا الإنجاز الخرافي بين ذفرين. إن شاء الله النادي الأهلي قادر أنه يسجل يعني الثلاثية وتكون تاريخية في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وحضرتك بتتكلم عن بيتسو موسيماني، موسيماني اللي احنا بنلقبه بالعبقري، بيتسو موسيماني اللي بيقدم مستويات أكثر من رائعة منذ قدومه للنادي الأهلي، 2 دوري أبطال أفريقيا، 3 كأس العالم، السوبر الأفريقي، أيضا كمان كأس مصر، الدوري الممتاز. شاف المستويات اللي بيقدمها بيتسو موسيماني وقدومه للنادي الاهلي ازاي يا كابتن عصام؟ شايف من خلال تقديمك انت كابتن. وهي تعريج على اداره تبدا فاهمه كوره، وقت جات فتره فراغ وضاع الدوري وخرج الاهلي من مباراه السوبر، الاداره ما لم ترضخ الى غضب الجمهور الاحمر والى السوشيال ميديا، ويلزم موسيماني خلاص انتهت مرحلته. وقتها يبدا انسان فاهم كوره واداره فاهمه كوره، مظبوط، تعرف اللي في فتره فراغ عندها ثقه في مدرب، راهنت على مدرب، والحصيله اللي اعطيتها انت وقدمتها للجمهور تحكي عليه. موسيماني هو الان المدرب الافضل في افريقيا، وتاهل لان يكون يعني في افضل مدربي العالم خلف ال25، اكيد شفتوا وحكيتوا على القائمه هذه. وفيهم مدربين 2 3 من افريقيا، منهم او العرب، منهم 2 في مصر مع معين الشعباني مدرب المصري البورسعيدي، مدرب الاكس للترجي حقيقه. ودايما الارقام لا تكذب، الارقام اللي بحقها بيتسو موسيماني هي دي افضل يعني رد على كل منتقد او كل من يشكك في بيتسو موسيماني. شفت ازاي كمان الردود اللي طلعت بعد الخماسيه التاريخيه، كان ممكن يقترب من مانويل جوزيه ويحقق سداسيه ويصبح مدرب تاريخي في تاريخ النادي الاهلي، وبدات الناس تشكك في قدرات موسيماني. شوف وجهة نظر فنية كابتن، وانت لعيب كبير وممكن تشاطرني الرأي، واذا ما تشاطرنيش الرأي قل لي على الهواء يعني نتناقش. تمام. موسيماني والأهلي هو مدرب كبير ما من شك حقيقة، ولكن ايضا يدرب في النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي يعطيك ظروف النجاح كابتن، يعطيك ادوات النجاح ويعطيك الأهلية اللي تنجح بهم. صحيح، وقت اللي تدرب النادي الاهلي معناها، وهذا كلام على كل مدربين، ولكن مدرب اثبت وجوده، ربح الشامبيونز ليج مع سان داونز، جاب 2 مع النادي الاهلي، هو تقريبا الان هو اكثر مدرب في تاريخ القاره الافريقيه ربح الشامبيونز ليج 3 مرات، مع الان يتبع في رقم جوزيه عنده 4 جوزيه، هو الان 3 في فرقتين مختلفتين ونجح في مكانين مختلفين. انا يعجبني موسيماني، وفي وقت من الاوقات الحقيقه
كنت رشحته لانديه تونسيه انه ياخذوه في سنه من السنوات قبل الاهلي بسنه وسنتين، يعني منذ اللي طلع هو مع سان داون. كويس، وكويس ان احنا اخذناه قبل الانديه التونسيه. كابتن عصام، اخيرا مين اللي بيعجبك من لاعبي النادي الاهلي؟ والله التيم متكامل وكل واحد عنده دور. عندك اخويا حارس يهنيك وقت الحارس يطمنك انك تبدا تلعب ومتطمن، عندك حارس وراك سبعه كما تقولوا، مهم جدا. علي معلول في اليسار معناها قيمة ثابتة، الأفشة لاعب متميز جدا وتخلى بسرعة في منظومة النجاح، شريف وأنا استغربت معناها المدرب البرتغالي على تجربته وكيروش كيفاش استبعدوا في الفترة الأولى. رجع المنتخب تاني كابتن عصام. رجع عارف علاش قلت لك طبيعي يعني سامحني في الكلمة غصبا عنه يا رجل. فهمتي سامحني في الكلمة. الدفاع خاصة معناها فما الروح نتاع ياسر إبراهيم وفما الخبرة هك الريشة نتاع بدر بنون وفما لاعب أنا يا أخي نحترمه برشا ونحبه برشا وأثبت نفسه هو أكرم توفيق. أكرم توفيق معناها اللاعب تطور برشا وشفته في الاولمبيك جيمز انا نقلت مباراه مصر وشفته في النادي الاهلي كيف استغل الفرصه وقت هاني ما يلعبش خاصه ماتشات الترجي ولاعب بقلبه احنا نقوله لاعب راجل يعني حقيقه. اخيرا كابتن عصام عشان ما اطولش عليك، شايف الشعبيه والحب الكبير من الجمهور المصري وخاصه جمهور النادي الاهلي للكابتن عصام الشوالي ازاي؟ هو شعور متبادل، هو محبة خالصة، هي محبة حقيقية، هي عشرة سنين. النادي الأهلي أنا من هدف السيد عبد الحفيظ في 2001 في المنزة ضد الترجي، 20 سنة أنا نتبع فيكم أنتم تتبعوا فيا. والنادي الأهلي كابتن هذا اللي كنتي ديما نقولوا النادي فهمت ماذا يعني الأهلي بكل أمانة في 99 وانا مغمور في اذاعه الشباب التونسيه لما ارسلت فاكس للنادي الاهلي اداره وقتها موجود في سايت النت وطلبت معلومات على الاهلي في مختلف الرياضات وليس الاهلي الكروي لاني عندي كل شيء على الاهلي فوتبول. فالحاج سمير عبد ربه الله يطول في انفاسه هو بنفسه كان مدير النشاط الرياضي والفاكسات في 8 صفحات لحد الان محتفظ بهم انا من 22-23 سنه، هنا عرفت قيمه النادي كيف محترف والنادي كيف يشتغل والنادي كيفاش تسير عنده الامور. في 99 عرفت انه النادي معناها محترف جدا جدا جدا. واحنا بنشكرك يا كابتن عصام وعايشك. عايزك حبيبي ودمت متألقا بعدما كنت بالقدم صرت بالميكروفون والمزدح. إن شاء الله ديما منور وإن شاء الله ديما صوتك مسمع يا كابتن. ده شهادة نعتز بيها وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا عزيزي. المعلق الأشهر في الوطن العربي كابتن عصام الشوالي كنت منورنا على قناة النادي الأهلي. يعني ده حديث الكابتن عصام الشوالي، شفته قال إيه عن لعيبة النادي الأهلي، شفته قال إيه كمان على بيتسو موسيماني المدير الفني، بيتسو موسيماني العبقري، بيتسو موسيماني اللي بعد المباراة الخماسية أنا شخصيا سمعت تحليلات وسمعت كلام يدعو للضحك، يعني ده يعني أقل توصيف يدعو للضحك لما أسمع إن النادي الأهلي لعب الشوط الأولاني كويس والزمالك لعب الشوط الثاني أحسن، كأن مباراة طايرة. مباراة الديربي يوم الجمعة الماضية كانت مباراة طايرة، الأهلي لعب الشوط الأول أحسن وكسب والزمالك لعب الشوط الثاني احسن وكسب، خلاص كنا عملنا شوط فاصل ثالث وكانت نقضيها مباراه طايره. النادي الاهلي فاز في الشوط الاول 3 والزمالك فاز في الشوط الثاني 3-2، ده كلام ثاني. كمان حديث ثالث من الكابتن خالد الغندور في اون سبورت، المفروض اللي هي قناه محايده مع الكابتن سيف زاهر. هو بيقول ان الهدف الاول بتاع اليو ديانج ده هدف فيه حظ. هدف جاي من صدفة. الهدف التسديدة اللي خبطت في القائم ورجعت في ظهر أبو جبل اقتصر الهدف أو اختزل الهدف كله في التسديدة دي بس. طب تعالوا نشوف مع بعض الهدف ده وبدايته. لا ارجعوا لي وهاتوا لي من أول رمي التماس
ونعد مع بعض على التمريرات. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلتاشر، اربعتاشر، خمستاشر، ستاشر، سبعتاشر، تمنتاشر، تسعتاشر، عشرين. اقف قبل ما يسدد النادي الاهلي عمل 20 تمريره. ده الهدف اللي كان فيه حظ وهدف فيه توفيق وهدف جاي بالصدفه. ده 20 تمريره. تخيل النهارده 20 تمريره الاهلي كسب بالحظ. هدف ديانج حظ جاي بالصدفه. فرجونا الهدف. الهدف الحلو ده اللي جاء من 20 تمريره وتنتهي في القائم او تنتهي في العارضه وترد في ظهر ابو جبل. هو ده بيتسو موسيماني اللي الناس شككت فيه بعد المباراه وقالت بيتسو موسيماني. طب النهارده ال 20 تمريره اللي احنا شفناهم دول لو هم حظ، طب يا ترى اتكرروا تاني في الماتش؟ اتكرروا تاني علشان يبقى شغل مدرب ولا جم حظ مره؟ طب تعالوا نشوف 26 تمريره تانيه عشان نشوف بيتسو موسيماني العبقري. نبتدي واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسة، أكرم انتشار جيد، ستة، سبعة، هدوء وانتشار من لعيبة الأهلي، تمانية، أرجع للشناوي ما عنديش مشكلة، تسعة، حمدي فتحي ينزل، عشرة، هي دي لعيبة النادي الأهلي، 11 ده بيتسو موسيماني العبقري للناس شككت فيه، 12 طويلة ما عنديش مشكلة أعمل طويل وأعمل قصير أنوع، 13 14 15 16 17 18 19 20. أنا بستمتع، أنا بستمتع وأنا واقف بتفرج وبعد. 21 22 23 لعيبة النادي الأهلي انتشار جيد في كل ارجاء الملعب وفي كل نقطه في الملعب. 24 طويل تاني ما عنديش مشكله اعمله قصير وطويل. 25 ال 26 هنا لعيبه الزمالك عشان تقطع الكوره وتوقف النقل ده كله لازم اعمل فاول مع علي معلول، مش قادرين ياخدوا الكوره. مين العبقري هنا؟ بيتسو موسيماني ولا كارتيرون اللي مش قادر يوقف لعيبه النادي الاهلي؟ بيوقف لعيبه النادي الاهلي بعد 26 تمريره بفاول زي ما احنا شايفين. مش ده بيتسو موسيماني اللي الناس بتشكك فيه كل مباراه؟ بعض المغردين، ولما بنقول النهارده لازم يبقى فيه حياد في التحليل، هو ده بيتسو موسيماني ودي الاهداف اللي احنا بنقتصر في اللقطه الاخيره. شفتوا الشغل ده؟ 26 تمريره في لقطه ثانيه غير لقطه هدف الاول بتاع ديانج. تعالوا نشوف الهدف الثاني ومليون في الميه الصوره ما تكذبش. ده الهدف الثاني اللي جه من ركله الجزاء برضه 16 تمريره. اثنين اللي جه من ناحيه المسلوثي، ثلاثه، اربعه، انتشار جيد من لعيبه الاهلي، خمسه، سته، تواجد احمر في كل مكان، سبعه، ثمانيه، تسعه، عشره، علي معلول اللي عمل مباراه هايله وارجع تاني، 11 ما عنديش مشكله. خلي بالكوا الانتشار ده في كل لعبه. حمدي فتحي وهو هادي 13، بدر بنون الرؤيه الثاقبه في نص الملعب 14، 15 محمد شريف لا صغره، علي معلول جري ركله الجزاء على طول. ركله الجزاء مش مهم ان انا اشوف ركله الجزاء، ارجعوا لي لو سمحتوا، المهم ان انا اشوف الشغل اللي قبل ركله الجزاء. ان انا سمعت برضو الكابتن خالد الغندور مع الكابتن سيف زاهر في قناه اون اللي مفروض هي قناه محايده، بيقول اصل اهداف الاهلي ركلات جزاء، يعني ممكن نشيل ركلتين جزاء يعني النتيجه خلصت ايه؟ مش فاهم يعني 3-3 يعني ولا ايه؟ ما انا مش فاهم.
طب الشغل اللي حصل قبل ركله الجزاء والنهارده بيقطعوا في موسيماني ويشيدوا بكارتيرون، هو كارتيرون مش شايفين ان الخمس اهداف من ناحيه اليمين فين التدخل الفني من كارتيرون؟ نشوف الهدف اللي بعديه. هدف محمد شريف العالمي، هنا الضغط وعايز اقف بقى هنا على الضغط. هنا شايفين اقف 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 موقف 2 3 على 3، شايفين 3 على الونش بره اللعبه 3 على 3 النهارده. ابتدى الاول 2 على 2، محمد شريف على محمود علاء، قفشه على المسلوسي، عمرو سليه ضغط على طارق حامد. النهارده ده شغل ايه؟ مش ده شغل مدرب؟ قال للعيبه نضغط فين؟ على نقط ضعف الزمالك عند محمود علاء وعند المسلوسي. اكيد مدرب كبير قاعد دارس الخصم ودرسه كويس قبل المباراه واشتغل برضه على التفاصيل الصغيره. انا ما يهمنيش الهدف، الهدف من احلى الارواح، لكن انا عايز اقول الشغل الفني اللي حصل قبل تسجيل الهدف علشان ما نقللش من موسيماني. موسيماني مدرب كبير بالارقام، موسيماني مدرب كبير بالشغل اللي احنا شايفينه قدامنا، شايفين مواقف اللعب والضغط 2 ضد 2 و3 ضد 3. عشان استخلص الكره ان في ثغره هنا في نادي الزمالك في النقطه دي، كارتيرون اللي قاعد بره الناس بعد المباراه عماله تشيد بيه علشان جاب 3 اهداف ورجع تاني. طب فين موسيماني اللي جاب 5 اهداف؟ لازم الراجل ياخد حقه. نشوف الهدف الرابع، هدف شفنا 3 اهداف، ده هدف من ركنيه، هدف من ركنيه. النهارده المدير الفني برضه موسيماني لما بيحفظ لعيبته قبل المباراه بديهم 1 2 3، بديهم 3 حلول واللعيب له حريه الاختيار. النهارده قفشه اختار، شاف الاختيار الافضل بالنسبه له كده. طب تمركز لعيبه نادي الزمالك، ارجعوا لي بالركنيه من الاول لو سمحتوا. قفشه وهو بيعمل الكره اقف اقف، كمل كمل كمل، اقف بقى هنا، اقف هنا لو سمحت. هنا لعيبه الزمالك الاثنين اللي واقفين زيزو واوباما صحيح مليون في الميه، لعيبه الزمالك وهي داخله وماسكه صحيح مليون في الميه. طب فين اللي حامي ال 18 من بره؟ ما هو ده شغل مدرب. فين كارتيرون هنا انه يوقف واحد يحمي ال 18 مع ديانج؟ ده شغل مدرب. ليه ما اتكلمناش على كارتيرون واخطائه؟ ديانج وقف واستلم وشرب كوبايه الشاي وركنها براحته. ده ذكاء من موسيماني اللي اشتغل ركنيه هايله النهارده مع اللعيبه بتاعته ومع الاسلحه بتاعته، والنهارده ده خطا من كارتيرون ما وقفش واحد على ال 18. ما ده هدف برضه، هدف مدرب اللي احنا بنقلل منه بيتسو موسيماني. نشوف الهدف الخامس، فرجونا على الهدف الخامس. ده ركله جزاء برضه، ركله جزاء الاول برضه ابتدت كالعاده ب 12 تمريره للنادي الاهلي، عمليه الاستحواذ اللي بيتسو موسيماني مميز بيها من وقت ما كان موجود في صن داونز وبيوجدها دلوقتي مع النادي الاهلي. انتشار جيد، لعيبه النادي الاهلي شايفه كل الملعب. انتشار النهارده ميرسي توفيق، احنا عارفين مين بيطلع له، اكرم توفيق، بدور الملعب من اليمين للشمال، الكره اتقطعت، لعيبه النادي الاهلي عملت ايه؟ النهارده السوليه ضغط، ضغط عالي في منطقه هو شايف ان انا ممكن اقطع فيها. ده شغل ايه برضه؟ شغل مدرب قبل ما يكون لعيبه، قبل ما يكون لعيبه ده شغل مدرب اللي بيدي النهارده الفكر ده للعيبه، هو المدرب اللي بيدي الفكر ده للعيبه هو المدرب. شايفين الانتشار، كره اتقطعت هنا، عمرو السليه ضغط هايل، ضغط هايل. الضغط ده قايله له موسيماني في محاضره المباراه، النهارده نضغط على مين؟ على نقط الضعف. خلي بالكوا ده الهدف الخامس والمسلوسي موجود في الملعب، المسلوسي موجود في الملعب. فين التدخل الفني من كارتيرون؟ للمحللين اشادوا بيه كارتيرون المسلوسي 5 ولسه موجود في الملعب، وكارتيرون كانه مش موجود في الملعب. وبيتسو موسيماني العبقري بقى الخمس اهداف بالحظ. هم دول الرؤيه الفنيه وهم دول المحللين. احنا شفنا الخمس اهداف، عايز اشوف بقى الحاجه، اللقطه الحلوه، اللقطه الحلوه احتفال لعيبه النادي الاهلي بعد المباراه، بعد ما انت كسبان 5 في نتيجه تاريخيه هتفضل موجوده في التاريخ، زي ما بنتكلم عن خماسيه 1937 والثانيه برضه سنه 37 والثالثه سنه 1938، احنا بنتكلم الرابعه 2021. احتفال لعيبه النادي الاهلي كان شكله ازاي؟ مع جمهورها مفيش تطاول،
مفيش تجاوز، مفيش لفظ خارج، مفيش لعيب بيقود مدرج لسباب رموز النادي الاهلي او رموز نادي الزمالك. هو ده المهم. سمعونا يا جماعه لو سمحتوا. هو ده احتفال لعيبة النادي الأهلي بعد خماسية تاريخية في نادي الزمالك. مفيش تطاول من الجمهور، مفيش أي لفظ خارج، مفيش لعيب ولا محمد قفشة ولا مجدي شريف بيحتفل بتطاول ضد رموز نادي الزمالك. الصورة دي والرسالة دي بوصلها لنجم الزمالك كابتن حازم إمام النائب البرلماني. يا ريت يشوف الصورة دي ويشوف احتفال لعيبة النادي الأهلي. أكيد الرسالة وصلت وهو عارف قصدي إيه. نروح لفاصل وبعد الفاصل متواصلين مع حضراتكم مرة تانية. أهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لأخبار منتخبنا الوطني المنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب اللي بنتمنى له كل التوفيق خلال الفترة القادمة. كابتن شوقي غريب جمع أول معسكر للمنتخب الأولمبي بعد متابعته للدوري خلال الفترة السابقة. المعسكر الأول هيكون من لعيبة الدوري الممتاز سواء لعيبة أساسية أو احتياطية من يوم 8 أو ل 13. بعد كده هيكون في معسكر تاني من 13 ل 16. قائمة المنتخب الأولمبي طبعا مليئة بالنجوم من الدوري الممتاز زي ما احنا شايفين دلوقتي. دي قائمة منتخب مصر الأولمبي، دي البداية. إن شاء الله هيكون في قائمة تانية من يوم 13 ليوم 16. أيضا كمان لعيبة النادي الأهلي المنضمة للمنتخب الأولمبي، ما شاء الله عندنا 6 لاعبين من النادي الأهلي. لما بنتكلم على فريق 2001 زي ما احنا شايفين عندنا حمزة علاء حارس مرمى فريق النادي الأهلي، محمد المغربي ده مدافع من المدافعين الواعدين الصاعدين، محمد اشرف الباك ليفت، احمد نبيل كوكا بيتمرن بقاله فتره مع الفريق الاول ولعب كمان مباريات رسميه بيلعب باك ليفت وكمان وسط ملعب مدافع. ايضا كمان ولادنا اللي في الاعاره عربي بدر لاعب الاهلي المعار لفيوتشر، وشادي رضوان اللي بنتمنى له كل التوفيق السنه دي في الدوري الممتاز المعار للبنك الاهلي. دول لاعبي النادي الاهلي المنضمين للمنتخب الاولمبي. كابتن شوقي غريب قال كمان ان هيكون كابتن المنتخب هيكون ابراهيم عادل كابتن المنتخب خلال الفتره القادمه، بعديه عربي بدر، بعديه احمد عيد لاعب الزمالك المعار الى نادي الاسماعيلي. ده منتخبنا الاولمبي. ايضا كمان منتخب الشباب مواليد 2003 كانوا بيلعبوا في تونس والمنتخب فاز كمان في المباراه الافتتاحيه النهارده 2-1 على ليبيا. سجل هدفي منتخب مصر احمد شريف وايشو. اتمنى لهم كل التوفيق. لسه دي ايضا بطوله شمال افريقيا، بطوله تجريبيه، خير استعداد للمباريات الرسميه. كان لعبوا بطوله العرب في مصر كان فازت بها السعوديه، دي بطوله شمال افريقيا، بطوله كمان هيكون فيها اكتساب خبرات كبيره للاعبي المنتخب وايضا الجهاز الفني الكابتن محمود جابر وجهازه المعاون علشان لما يوصل لاول مباراه رسميه يكون استقر على التشكيله الاساسيه. ده كان من اخبار منتخبنا الاولمبي منتخب الشباب. نروح بقى لاخبار النادي الاهلي. عندنا فريق 2007 بقيادة الكابتن أسامة زكي عامل نتائج أكثر من رائعة، ما شاء الله بيفوز بالعلامة الكاملة من أول افتتاح الدوري 5 مباريات بخمسة مكسب، عنده 15 نقطة، فاز النادي الأهلي 2-0 في ملاعب الناشئين بمدينة نصر، سجل أهداف الأهلي محمد عبد الفتاح تاحة وأحمد الشيخ، تعالوا نشوف مع بعض أهداف اللقاء. ده الهدف الأول، عمل العرضية
عصام احمد من كوره ركنيه، وده برضو زي ما اشدنا موسيماني ده شغل مدير فني في قطاع الناشئين اسمه الكابتن اسامه زكي، بما شاء الله بيفوز بكل المباريات، شارع الدخان، امبي، غزل المحله، الاسماعيلي، المقاولين العرب، وده الهدف الثاني للاعب احمد الشيخ، كره عرضيه من محمد عاطف الباك رايت. هدفين حلوين فيهم شغل من الجهاز الفني، نتمنى ان شاء الله لفريق 2007 كل التوفيق خلال الفتره القادمه. نروح للقاءات بعد المباراه وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل الكابتن محمد اسماعيل مدير قطاع الناشئين بنادي امبي. الحمد لله رب العالمين، طبعا بحمد ربنا وبشكر فضله على النتيجه والاداء، طبعا يعني الاستحواذ اللي احنا شغالين عليه من اول الموسم بنسبه مثلا اكتر من 90% الحمد لله رب العالمين، بس اللعيبه اتدلعت. يعني احنا الماتش الاولاني كسبانين بسكور كبير، الماتش الثاني بسكور كبير، ماتش امبي الحمد لله رب العالمين، الماتش اللي فات ماتش المقاولين 4-3، احنا اتدلعنا في الشوط الثاني، الناس اللي نزلت الشوط الثاني ناس اتدلعوا، الناس بتاعت نص الملعب برضو بيلعبوا برعونه، فريق الاسماعيلي كانت اول حوالي 20 دقيقه بتجارينا كشغل بدني او كناحيه بدنيه عندها المخزون البدني لسه، ولما ضاعت من فرصه كده الشوط الاولاني، الشوط لما جبنا جون الفرقه خلاص يعني استسلمت خالص، كنا ممكن نجيب 3 و4 و5، وده اللي مزعلني. احنا عندنا ماتش فاركو ان شاء الله باذن الله يوم السبت، وفاركو من الفرقه اللي بتنافسنا ماشيه معانا اول، هي وفرقه الاتحاد وفرقه الزمالك، ما كان في 3 4 فرق ماشيه معانا اول كسبانه الماتشات كلها، بغض النظر طبعا عن الاجسام وبغض النظر عن حته التسنين والتزوير دي انا ماليش فيها طبعا ما اتكلمش فيها، بس احنا في النادي الاهلي انا ما اقدرش اتكلم في الحته دي خلاص، احنا بنلعب الفرقه اللي قدامنا بامر واقع، واي حد بيتكلم يقول لك انت النادي الاهلي، فالحمد لله احنا بغض النظر عن حته الاجسام ديت، احنا الفرقه فرق كوره ما شاء الله، الفرقه ادائها كويس من اول السنه، عاملين فتره اعداد كويس، البرنامج هيمشي عادي، عندنا ماتش ودي ان شاء الله باذن الله بكره الاولاد اللي ما لعبوش، وبعد كده ان شاء الله في راحه يوم الاثنين، يوم الثلاث هنبتدي ان شاء الله باذن الله لو في سيديهات ولا حاجه اشوفها بس الفرقه تفاركو وهنشتغل عليها ان شاء الله. كان الماتش صعب بس الكابتن كان عايزنا نكمل زي اول الماتش، بس احنا في الاخر هدينا وبدأناش زي اول ماتش، هو الكابتن كان عايزنا نعمل سكور بس احنا وقفنا على 2. احنا يعني جبنا في الشوط الاولاني كانت الكوره ما كانتش ماشيه معانا في اول الماتش يعني، بس باذن الله الحمد لله يعني ربنا كرمنا وجبنا الجون الاول في الدقيقه 45 باذن الله، وجينا الشوط الثاني بقى نزلنا بقوه، بس يعني جينا في اخر الماتش ما كانتش ماشيه معانا، ما كناش عارفين نلعب شويه كده، والحمد لله يعني على المكس باذن الله ان شاء الله نستعد له، يعني احنا مستعدين اصلا من قبل الاسماعيلي، مستعدين لماتش فاركو ده وباذن الله نكسب سكور باذن الله يعني. فعلا كنا ممكن نقدر نجيب جون واثنين وثلاثه، وده اللي الكابتن اسامه والكابتن خالد بيبقوا بيتكلموا معانا فيه، وان شاء الله بعد كده ما حدش هيحصل كده، وان شاء الله او بنجيب جون والثاني والثالث، وان شاء الله نكسب فرق سكور كتير كل ماتش ان شاء الله. هو الحمد لله الحمد لله الاهلي دايما رقم واحد دايما في الاول، بس برضو احنا ماشيين طول الموسم ماشيين كويس، عايزين اكتر وعايزين ناخد البطوله ان شاء الله. ان شاء الله مستعدين ان شاء الله، وان شاء الله الدوري كله بتاعنا مش ماتش فاركو بس، مستعدين لكل الماتشات والماتشات اللي جايه كتير ومستعدين لها كلها، وان شاء الله نكسب كل الماتشات ان شاء الله. باتت قطاعات الناشئين محل الاهتمام الأبرز لدى العديد من الأندية في ظل الارتفاع الرهيب في عقود لاعبي دوري الدرجة الأولى على وجه التحديد، وربما لجأت بعض الأندية مؤخرا
إلى الاعتماد على ناشئيها. ولكن هناك فرق وضعت سياسة واضحة ومحددة هي إفراز وتصعيد لاعبين من قطاعات الناشئين الخاصة بهم منذ فترات بعيدة. ورغم أن نادي إنبي تأسس فعليا في سبتمبر عام 1985، ولكنه ظهر كصرح رياضي كبير ومؤثر حين تأهل لدور الأضواء والشهرة موسم 2002-2003. ومنذ ذلك الحين وهو يعتمد على تقديم ما لا يقل عن 5 لاعبين من قطاع ناشئيه في كل موسم. ورغم ارتباط الكثير باسم إمام محمدين بوصفه أكثر من تولى قيادة قطاع الناشئين بنادي إنبي وكان كلمة السر في سنوات عديدة، ولكن لم يخيب محمد إسماعيل الرئيس الحالي لقطاع الناشئين بالنادي البترولي الظن فيه حين تولى المسؤولية خلفا لإمام محمدين وصار القطاع على ذات الضرب. ويعد محمد إسماعيل واحدا من أبناء نادي إنبي ويعرف كل شيء داخله. لعب محمد إسماعيل بنادي إسكو في الدوري الممتاز والنجم اللبناني، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري اللبناني لمدة 3 مواسم، ولعب لنادي إنبي في دوري الدرجة الأولى حتى صعود الفريق البترولي للدوري الممتاز. حصل محمد إسماعيل على العديد من الدورات التدريبية ورخصة الاتحاد الإفريقي في التدريب، وتدرج في تدريب فرق قطاع الناشئين حتى تولى نائب رئيس القطاع لمدة 2 سنوات، ثم رئيسا للقطاع اعتبارا من موسم 2020-2021. محمد إسماعيل مدير قطاع الناشئين بنادي إنبي ضيف حلقة اليوم من برنامج الأشبال. ضيف النهاردة واحد يعني من أهم رؤساء قطاعات الناشئين في مصر، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي. إنبي ما شاء الله من يوم ما تم تأسيس قطاع الناشئين بإنبي ما شاء الله مصدر لكل المنتخبات، منتخبات الناشئين الشباب الأولمبي، وكمان لعيبة ظهرت فيه المنتخب الأول، مصدر كمان لكل الأندية في مصر. كمان لما بنتكلم عن إنبي، الفريق الأول بنادي إنبي ما شاء الله بيعتمد اعتماد كلي على أبنائه من القطاع، فمن هنا بنقول تحية لكل المسؤولين منذ تأسيس هذا القطاع. نهاية إلى ضيفي وضيفكم النهاردة الكابتن محمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين بإنبي. تحياتي لك يا كابتن محمد. تحياتي لك كابتن أسامة، وتحياتي لكل الموجودين في قناة النادي الأهلي، قناة محترمة وبرنامج تحديدا عامل شغل كويس جدا في القطاع، وأنا بحييك وعلى المقدمة الجميلة دي، وإن شاء الله تبقى يعني برنامج النهاردة يبقى لذيذ على المستمعين. وأتمنى النهاردة أن احنا نقدر نوضح شوية حاجات ونضيف شوية حاجات تكمل المسيرة اللي احنا عايزين نكملها إن شاء الله. يعني إن شاء الله قبل ما نتكلم عن القطاع، سمعت في التقرير كابتن محمد إسماعيل ابتدى في إسكو، بعد كده في النجم اللبناني، ما شاء الله 3 سنين أفضل لاعب في الدوري اللبناني، بعد كده بيتك بقى إنبي. والله يعني هي البداية طبعا كنت أنا من ناشئين إسكو من الصغر يعني، ولعبت دوري ممتاز وأنا سن صغيرة جدا، وكان كباتن بقى احمد ابو رحاب، كابتن حمدي نوح، الناس الكبيره عطيه شحاته، ياسر محمدي، حسين السيد، مجموعه كبيره جدا، جيل كان جيل فعلا قوي، كان حاجه مميزه يعني. وبعد كده احترفت، رحت نادي تضامن بيروت، كان كابتن احمد ابو رحاب مدير فني وخدني معاه. فالسنه الاولانيه لعبت النادي اسمه تضامن بيروت، كان فضل في الدوري تقريبا فرق بونت. الموسم اللي لعبناه لعبنا ماتش فيصل على بطوله الدوري العام ضد فرقه الانصار، هناك جماهير النجمه هي اكبر جماهير في لبنان اعتقد يعني. جماهير كتيره وغفيره جدا، عامله زي النادي الاهلي هنا، بيفكروني على طول بالنادي الاهلي. ما هو الدرب هناك النجمه والانصار، النجمه والانصار هم هناك، حتى هم النجميه وكلهم هتلاقيهم اهلاويه. يعني هم اغلبيتهم هتلاقيهم اهلاويه. فكانوا ابتدوا يكلموني عشان اروح العب في النجمه وكده، فقلت لهم ان شاء الله. فنزلت كابتن عصام بهيج في التوقيت ده، اتفقوا نادي النجمه اتفق مع كابتن عصام بهيج ان هو يبقى المدير الفني، الله يرحمه كابتن عصام بهيج يعني، الله يرحمه ان هو يبقى المدير الفني. فلقيته بيكلمني في التليفون، قال لي انا مسكت الفرقه ولازم تبقى معايا. المهم قلت له ماشي اوكي. ابتدينا، كان ساعتها بقى جاب هو من نادي الزمالك كابتن طارق يحيى وكابتن حمد عبد اللطيف وكان في لعيب اسمه اشرف الموجي من المنصور. رحنا عملنا مواسم رائعه، انا كملت، انا قعدت اكتر واحد تقريبا. الناس هناك بيحبوا مصر، دي حاجه بيحبوا المصريين قوي، انا اندمجت قوي معاهم، قعدت استمريت حوالي 5 مواسم في لبنان، ودي
مده كبيره جدا. ويمكن انا اللاعب الوحيد وانا راجع كتبوني اقرار في الاتحاد اللبناني ان انا لو رجعت ما ينفعش العب على النجم اللبناني. هو طبعا بس يعني من حبهم هم الناس فعلا ناس محترمه. وكانت كابتن زيزو وعبد الرزاق شاف لعب برضه هناك، لعب هناك. هو اكتر حد مشهور هناك كان الكابتن محسن صالح. محسن صالح طبعا هناك كان عشان ده حقه يعني. حتى انا قبل ما سافرت كنت في معسكر هو سلم عليهم اتكلمنا شويه، ومن الناس اللي بيعشقوه هناك كابتن محسن صالح. يعني بعد العوده من النجم اللبناني انا كنت طبعا موظف في شركه امبي وسبتهم ورحت خدت اجازه ورجعت. فرجعت اصروا ان انا العب انديه، كان هم بقى نشؤوا كنادي، انا كنت بنلعب شركات. اصروا ان انا لازم اكمل، فرجعت كان عندي تقريبا 31 سنه وشويه. لعبت بقى لغايه 38 سنه لغايه ما الفرقه صعدت دوري ممتاز. خلاص بقى كان كفايه كده يعني. ندي الجيل اللي جاي، الجيل اللي جاي بقى كان خلاص الواحد جاله حاله تشبع يعني. بعد الاعتزال بدات رحله جديده وهي تاسيس قطاع ناشئين في نادي انبي. بداته من البدايه ما شاء الله منذ اللحظه. ابتدى سنه كام تاسيس قطاع الناشئين بقطاع انبي؟ ابتدى تقريبا سنه احنا النادي 85، هو ابتدى تقريبا 2002 حاجه كده يعني. ابتدى كان الكابتن امام طبعا موجود، وانا بحيي له وارسل له تحيه هنا. الكابتن امام وحشني جدا، بقالي كتير ما شفتوش. بس هو يعني فعلا جالنا حلقه قبل كده الكابتن امام. اما تقول قطاع ناشئين انبي لازم على طول تقول الكابتن امام محمدين، لانه فعلا حد محترم وحد عامل شغله كويس قوي في الحقيقه يعني. فكان كلفني انا والكابتن طارق عبد الله المدير الفني 2003 ان احنا نلف مصر نبتدي نكون في القطاع. وابتدينا فعلا كوننا حوالي فرقتين ثلاثه. يعني ابتديتوا الاول القطاع مش بكل فرق؟ لا مش بكل فرق، فرقتين في الاول. فرقتين، ثلاث فرق تقريبا. وعشان تبقى فرقه تحت الفريق الاول عشان نحط فيها الناشئين يعني. وابتدت هنا القطاع الناشئين ابتدى يتكون من ساعتها، واحنا ابتدينا بقى نخش قطاع الناشئين بقوه يعني. كابتن امام محمدين كان معايا في حلقه قال لي واحنا لسه بنبتدي المشوار وبنكون، كنا بنحط النادي الاهلي برضه هدف لينا، بنشوف النادي الاهلي بيعمل ايه. احنا كان النادي الاهلي بالنسبه لنا تارجت عايزين مش نوصل له، عايزين بس نبقى نقول نبقى ربعه، نبقى يعني احنا اللي نافعنا ان احنا استغلينا النادي الاهلي وابتدينا من حيث ما النادي الاهلي واقف. يعني سالنا في كل الاتجاهات، في النواحي الاداريه والناحيه الفنيه واستقطاب اللاعبين وكل الحاجات دي، وابتدينا من الاهلي واقف فين. ده اللي نفعنا عشان ابتدي صح، ونفعنا فعلا الموضوع ده. واحنا كنا طول الوقت بنحب تملي بالنفس القوي، واحنا كمنطقه القاهره، انا بتكلم طبعا منطقه القاهره عشان في انديه كتيره قويه طبعا، بس انا بتكلم في القاهره كان النادي الاهلي بالنسبه لنا هو الهدف. مجرد ان انت تبقى تنافسه بس حتى اسما، ده كان بالنسبه لنا هو ده الطموح الاولاني. وكل ما الطموح بنحققه بنعلى بالطموح بتاعنا شويه. هو ده اللي نفعنا يعني في القطاع. ابرز اللعيبه بقى اللي مرت على الكابتن محمد اسماعيل في مشوارك كده من 2002 اللي ابتدى مع قطاع الناشئين من نادي انبي دلوقتي، طبعا في لعيبه كتير واجيال كتير وما شاء الله نجوم، جم في تاريخ الكره المصريه. صحيح. ابرز اللعيبه اللي مرت عليك وقتها. والله انا عايز اقول لك ان كلهم طبعا مروا عليا، كل اللعيبه اللي حضرتك، بس الاسامي انا مش عايز انسى حد. أنا بس عايز اقول علشان الناس تعرف، ما انا هقول لحضرتك قطاع الناشئين نادي انبي ده حاجه منجم من ذهب زي ما بيقولوا. دي حقيقه يا كابتن اسامه. وطبعا عايز اقول لك من اول محمد عبد الشافي، ناس كتيره جدا ما تعرفش ان محمد عبد الشافي باك ليفت نادي الزمالك ومنتخب مصر، هو ناشئين انبي. ناشئين انبي وراح المحله، وبعد كده من المحله راح على يعني من اول. انا بكلمك على الناشئين عشان في ناس جت لعيبه، انما بقى صالح جمعه، عبد الله جمعه، كهربا، مجدي قفش، صلاح محسن، احمد رفعت، لعيبه كتيره جدا مش عايز. ابو جبل يعني، انا هديك مثال. انا كنت بمرن فرقه 87، فرقه 87 دي من اهم الاجيال اللي جت نادي انبي، الجيل ده اللي هو بتاع شريف حازم وسامح فضيل ورامي صبري وشمامه. تخيل الاربع تجوان اللي كانوا موجودين في الفرقه دي مع بعض. هو في واحد كان اصغر شويه في جيل 87 ده. مين بقى؟ مهدي سليمان، عامر، علي لطفي، ابو جبل. ده ما شاء الله دلوقتي الاربعه نجوم الدوري الممتاز، كانوا فرقه واحده. فتخيل ده جيل يعني. فكل انا بقول لك، ودي اسامي كانت موجوده. الحمد لله كابتن اسامه، ما فيش نادي تقريبا في مصر دلوقتي ما فيهوش لعيب من انبي على الاقل. وانا تملي في ناس كتيره بتقول يعني قطاع الناشئين بياخد انبي بياخد بطولات، انا بالنسبه لي البطوله المهمه ان انا
اللعيب اللي انا بطلعه ده ما هو مش مهم يلعب في انبي بس، هو بيلعب لكل انديه مصر حقيقة. فاحنا القطاع دي مسه ان احنا بنبني لعيب كويس. كان بيطلع علينا في توقيتات كتيره كابتن اسامه ان احنا التسنين والتزوير، صدقني والله يا كابتن اسامه مش عشان انا انبي، احنا كنا بنعمل حاجات يعني ناقص، كنا مش هتطلع كم العدد من المواهب دي كلها. ما ينفع انت ما ده اللي انا عايز اقوله، لو احنا لعبتنا مزوره ما يكملوش الكوره. احنا تقريبا قطاع، مش هقول الوحيد، احنا من ضمن القطاعات اللي قليل لعبتها بتكمل في الكوره. كل القطاع الناشئين عندنا اذا ما كملش في الفريق الاول هتلاقيه في دوري الممتاز كله، مفيش فرقه كابتن اسامه ما فيهاش لاعب من انبي. وده طبعا كلنا من الاهلي برضه عشان الناس تعرف اهميه قطاع الناشئين في نادي انبي. لما بنتكلم عن الاهلي والزمالك يعني الاهلي من اكبر الانديه في مصر، الاهلي يعني الاهلي بص في مين؟ اكرم توفيق، أكرم بسم الله ما شاء الله يعني اخر حاجه دي، علي لطفي، صلاح محسن، كهربا، قفشه، حمدي فتحي ما كانش من الناشئين يعني، بس بس انا بقول لك ده حاجه بسيطه، اكبر نادي في افريقيا مش في مصر. بتكلم على اكبر نادي في افريقيا في خمسه من الناشئين، الزمالك، في محمد عبد الشافي، وفي جبل. ابو جبل، وفي مين تاني مش فاكر اسم تاني، بس كان في مجموعه جديد، الاتحاد السكندري مثلا، في ناس كتير، احمد رفعت يعني، في فيوتشر، صلاح على فكره، مروان محسن برضو عدى على قطاع الناشئين في انبي، من قطاع الناشئين انبي، هو مش عدى، هو من قطاع الناشئين انبي. كل اللعيبه دي. طب عايز اسال بقى عن قصه كهربا. قصه كهربا طبعا انتوا كنتوا مستنيين، ودي كانت دايما موجوده كابتن امام. دي كابتن امام دي بصراحه من الحاجات بقى اللي هي المميز فيها في الحقيقه يعني. لا انا كنت عايز بس عشان الناس تعرف الموضوع، النهارده النادي الاهلي لما بيدمج فرق كان المسؤولين في انبي بيستنوا مين اللي ماشي. هقول لك على سر صغير. أيوة. احنا كنا بنبعت ناس اساسا في الاختبارات في النادي الاهلي في بدايه ما ابتدينا، كنا بنبعت ناس مدربين من عندنا موجودين في الاختبارات بتاعه النادي الاهلي علشان تشوف اللي بيمشي، مجرد ده اللي في الاختبارات. اما عرفنا بقى ان الاهلي بيدمج انديه وكده، والسن بتاع مواليد 94 بتاع كهربا ده ده مجو مع سن تقريبا 93 اعتقد حاجه كده يعني، في لعيبه مشيت وقتها، فمشوا لعيبه كتير. احنا خدنا ساعتها صفقه في التوقيت ده خمس لعيبه من ضمنهم كهربا. وبقى كهربا هي بتبقى محتاجه بس شويه. احنا كنا مركزين قوي في الفتره دي، بنركز في اللعيب الكويس، عندنا عيون كويسه. قال لي بدل ما اجيب لسه لعيب نبدا نعلمه النهارده، حتى لو لعيب ماشي من النادي الاهلي هيكون متعلم وجاهز وعنده ثقافه الملعب وعنده خبرات يعني، فالنهارده هبتدي مع واحد خلاص اوريدي عنده ده في البدايه. انا بقول لك احنا في البدايه كنا عندنا هدف ان احنا عايزين نمشي زي النادي الاهلي ما هو ماشي. فطبعا اي لعيب بيجي من النادي الاهلي حتى لو النادي الاهلي ماشيه، بس بالنسبه لي كبدايه ليا هيبقى حاجه كويسه. وبالتالي انا ابتديت امشي سنه 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 لغايه ما الحمد لله القطاع عندنا يعني بقى هو بقى يدي للنادي الاهلي يعني حقيقة. يعني دي من ضمن المزايا اللي احنا اكتسبناها في الحقيقه في البدايات يعني. من الحاجات اللي بتنجح اي قطاع كابتن محمد البنيه التحتيه، الامكانيات. ما شاء الله نادي انبي عنده امكانيات كبيره صراحه. النهارده عندك يعني ارض مختصه لقطاع الناشئين، صح كده؟ صحيح. في الماظه في الكيلو 4.5 تمام، مختصه لقطاع الناشئين بنادي انبي، غير النادي دي تأسست من فترة، من زمان. عندك النهاردة كل الإمكانيات في المكان ده، عندك ملاعب، عندك مطاعم، عندك غرف ملابس، عندك كل الإمكانيات في المكان ده. انت اتكلمت في حتة فعلا مهمة كابتن أسامة، طب عايز أتكلم فيها باستفاضة لكن بعد الفاصل. تمام. بعد الفاصل. البداية هايلة، كل الفرق استعدت كويس قوي، ما بقتش اعرف نتيجه مباراه زي الاول. كل الاجهزه بشكرها على الجهد اللي هم عاملينه بجد، في شغل كويس بالنسبه لقطاعات الناشئين ورؤساء القطاع، عاملين شغل كويس في كل المنظومه. اعتقد المنافسه السنه دي هتستمر لحد اخر مباراه في الموسم، لان استعداد الفرق قويه جدا وكل الفرق ابتدت تستعد كويس قوي، مفيش حاجه بقى فيها فوارق كتيره. غير بس يعني يمكن ما حدش يزعل مني، غير بس الحاجات اللي بنشوفها او اللي بتقابلنا اللي هي ممكن يبقى اعمار سنيه مختلفه شويه في بعض الفرق، ودي بنعاني منها. نتمنى موسم جميل على الناس، ونتمنى ان ربنا يكرم الجميع، واتمنى الفرق انبي كلها ان هي تحظى ويكون لها نصيب الاسد في البطولات ان شاء الله. والله احنا دلوقتي احنا في الاسبوع الخامس، فيمكن الامور مش باينه قوي،
هتلاقي فرق ممكن ما كانتش في الصورة السنة اللي فاتت، النهاردة الجدول مثلا مساعدها في ترتيب الماتشات بتاعتها، فتلاقيها محتلة مكانة كويسة. لكن أعتقد أن شكل المنافسات كلها يمكن تبدأ تستقر عليها مثلا ابتداء من الأسبوع الـ 12 وانت طالع، هيبقى الشكل ابتدى يبان ان شاء الله. احنا بدانا الموسم بفتره الاعداد، عملنا في قريه الاسيوطي معسكر لمده اسبوع، وبدانا مباراه الوديه، وبعد كده دخلنا في الرسمي ولعبنا مع النادي الاهلي، وكان ماتش كويس وكان مزعج قناه النادي الاهلي. واحنا هدفنا كله ان شاء الله احنا نقدم لعيبه للدرجه الاولى. احنا لو حضرتك لاحظت احنا في نادي انبي اكتر لعيبه في الدرجه الاولى في الدوري الممتاز هي لعيبه نادي انبي، حتى في الفريق الاول وفي بقيه الانديه، حتى النادي الاهلي مجدي قفشه واكرم وصلاح محسن من لعيبه نادي انبي. ان شاء الله احنا السنه دي هنطلع لعيبه كتير قوي الفريق الاول في انبي والمنتخبات ان شاء الله. احنا عندنا هنا قطاع بصراحه منظومه مميزه، يعني قطاع الناشئين في نادي انبي وعلى مدار سنوات الكابتن ابراهيم محمد المدير الاداري والكابتن محمد اسماعيل رئيس القطاع عاملين الحمد لله رب العالمين، واقفين جنبنا على طول وداعمين بصفه مستمره. لكن لا، بطوله قويه، المسابقه 18 فريق بيلعبوا نفس الفرق الموجوده في الدوري الممتاز. فانا بعتقد والله اعلم يعني ان المسابقه دي هتعمل نواه، هتلاقي من عناصر كتيره من 2007 في التشكيله الاساسيه لفرقه 2006 في المنتخبات. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان حديث المدربين عن العمل داخل انبي. كابتن محمد ما شاء الله عندكم مدربين محترمين. الحمد لله رب العالمين. دي برضو من الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها كابتن اسامه، ان المدرب لازم، انت بتنقي مدرب كانك مربي حد هيعلم طفل حاجه، فلازم بيبقى بعنايه شديده جدا. ويمكن اخر سنه قبل ما يمشي الكابتن امام كنت متفق انا وهو على حاجه كده، قلت له يا كابتن زي ما بنروح ننقي اللعيبه عايزين برضو نبقى نروح ننقي مدربين. كنا متفقين ان احنا ايه قبل نهايه كل موسم نروح نبص كده. حلو قوي ده، عجبتني. والله كمان واحنا بننقي اللعيبه عايزين ننقي المدربين. طبعا، لان انت ساعات بتسمع كابتن اسامه ان المدرب ده كويس جدا وعامل نتائج، بس ممكن يجي يخش عندك المنظومه ما تلاقيهوش يمشي من المنظومه حقيقة. فالموضوع ده مهم، فاحنا بنهتم جدا بالحته دي. واعتقد ان الحمد لله يعني يمكن كل سنه ممكن يخش مدرب جديد واحد بس ولا حاجه. احنا المدربين اقل مدرب يعني بقاله مثلا 10 سنين في القطاع موجود، وموجود بشغله باجتهاده. واحنا المدربين طبعا كده عندهم خبرات كبيرة. عندهم خبرات كتيره، وكلهم واخدين مع كل مرحله وكل سنه، واخدين دراسات ومؤهلين تاهيل عالي جدا يا كابتن اسامه في الحقيقه. كويس. انا بس كنت عايز حضرتك السؤال اللي قبل الفاصل. ايوه، ما انا عايز ارجع له، كنت مستني بس نقطه المدربين. البنيه التحتيه ما شاء الله نادي انبي يمتلك بنيه تحتيه قويه، ملاعب نجيل طبيعي، نجيل صناعي، جيم، عيادات، مطعم، ما شاء الله حاجه احترافيه. احنا الحمد لله النادي عندنا اللي هو بقى اسمه مقر الاجتماع الرياضي دلوقتي، في تقريبا كل حاجه يحتاجها لاعب الكوره. يعني عندنا ملعبين كبار بيتلعب عليهم بطولات الجمهوريه، واحد نجيل طبيعي وواحد نجيل صناعي، غير ملعب للبراعم يعتبر قانوني برضه، ده مخصص البراعم بس، محدش ينزل عليه غير اللي هم القطاع البراعم اللي بحيي من خلاله كابتن جمال السيد قايم بدور كويس، هو كابتن الليسي مختار وكل الجهاز اللي معاهم، معاه احمد سمير بيب وايهاب دسوقي، عاملين شغل بصراحه رائع في قطاع البراعم لوحده. فاحنا عندنا بنيه تحتيه كابتن اسامه مميزه في الحقيقه. عندي عياده طبعا موجوده في قلب النادي. حلو. عندي جيم طبعا للاولاد في قلب النادي، عندي مطعم بتاع الاولاد، يعني ما فيش حاجه اسمها يخرج بره، الاكل موجود بيخش المطعم بتاعه ياكل، عندي ساونا وجاكوزي جوه النادي، استشفى. عندي كل حاجه يحتاجها لاعب الكوره البروفيشنال، ما بالك انا بعمل ده لقطاع الناشئين. يعني الحمد لله عندنا بنيه تحتيه كويسه جدا. الفتره الاخرانيه برضو بصراحه جالنا حاجه في المقر وفي النادي، استاذ ايمن الشريعي جه عمل طفره كبيره جدا في المقر من ناحيه الخدمات، وفر لنا كل حاجه في الحقيقه بالنسبه للاعب الكوره، حتى الاولياء الامور عمل لهم يعني اعداد جميله. الناس الفتره الاخيره النادي تطور، بيخدم الجزئين، الجزء الاجتماعي والجزء الرياضي، فدي حاجه النادي بيساعد بيها، دي حاجه برده مش اي حد يشوفها. حضرتك برده عشان فاهم، البنيه التحتيه عندنا من اهم حاجه ممكن تساعدنا احنا كفنيين نطلع لعيب كره محترم. واكيد لما يكون في كل التسهيلات دي موجوده وكل الامكانيات، لازم برده اكيد في اداره. معانا دلوقتي على التليفون الاستاذ محمد غرابه، نائب رئيس نادي انبي والمشرف العام على قطاع الناشئين بنادي انبي. تحياتي ليك يا استاذ محمد. كابتن اسامه، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ تحياتي الكابتن محمد اسماعيل ايضا.
حقيقة دي. ازيك يا استاذنا؟ كل سنه وحضرتك طيب. لسه سايبه حالا والله على طول متواجد في قطاع الناشئين لسه طبعا. ما بيسيبش القطاع. والله ربنا يبارك لكم كده وكلام جميل يا محمد والله وبرنامج جميل يا كابتن اسامه، انا بحييك عليه لان ده اول برنامج. لا انا بس عايز اقول لك حاجه كابتن اسامه، غرابه من الناس اللي هو فعلا حد محترف جدا وفاهم جدا وبسندنا بطريقه بصراحه جميله جدا على طول في اي مشاكل للقطاع او حاجه تلاقيه اول واحد موجود وبيحاول يحلها وقريب حتى من اللعيبه كمان، دي حقيقه يعني. فهو من الناس، خلي بالك انا شهادتي هتكون مجروحه في لا أنا هو من الناس اصدقائي المقربين جدا وعارف طبيعه عمله وطبيعه شغله على فكره واهتمامه دايما وحبه لنادي امبي. لا هو طبعا بيحب النادي جدا وبيحب القطاع خاصه هو المهندس مصطفى النادي اللي بوجه له تحيه من هنا، وهو وكل الأعضاء المجلس شريف أبو الغيط وعصام زيدان وعمرو ماجد نجاتي والأستاذ مصطفى الأمير، يعني المجموعة كلها، فأنا بحييهم من هنا يعني. يا أستاذ محمد أكيد في تنسيق كبير ما بين الإدارة وما بين كمان قطاع الناشئين، التنسيق ده شايفين نجاحات كبيرة منذ إنشاء قطاع الناشئين بنادي إنبي من 2002 ل 2021 دلوقتي. كابتن أسامة أول حاجة بس أنا بحييك على البرنامج اللي أنا الجميل اللي أنت عامله بصراحة، ودي حاجة بتسلط الضوء على 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 الناشئين بوجه عام في مصر، وده يعني ده دي حاجة إحنا محتاجينها جدا جدا جدا، حتى المفروض دي تبقى مسؤولية الاتحاد الكورة إن يبقى فيه تسليط الضوء على قطاع الناشئين، قطاع الناشئين في جميع الأندية بسبب بسيط جدا، لأن الناشئين هي ده العمود الأساسي بتاع الفرق القوميه وبتاع الانديه كلها، فمن من 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 تطوره او عرض مشاكله او ظهوره الاعلامي ده هيفيده بشكل ايجابي جدا جدا جدا، فانا بشكرك نمره واحد على البرنامج الجميل ده، وربنا يوفقك دايما كده ان شاء الله وتبقى في التطور المستمر. ربنا يخليك. التنسيق بقى الكبير اللي بيتم بين الاداره والمسؤولين في انبي وكمان قطاع الناشئين، ما شاء الله بقول لك في نجاحات كبيره لسنوات طويله في هذا القطاع، النجاحات كمان ما شاء الله عائد بالملايين بالنسبه لنادي انبي. بص انا مش يعني طبعا الاداره من اول ما ابتدى النادي اللي هي كانت مهتمه جدا بقطاع النادي، لان هو ده البذره الاساسيه لاي فريق اول هنقول عنه. صحيح. تمام؟ فاهتمامنا بيه كان من البدايات خالص، يعني احنا من اكثر الانديه المهتمه بقطاع الناشئين في مصر بالذات، تمام؟ فبشكر جميع الادارات السابقه والحاليه كمان، احنا في المجلس الحالي بنهتم جدا بالقطاع ده، لان احنا ربنا كرمنا في السنتين او الثلاثه الاخرانيين ان احنا النهارده الفريق الاول مطعم بعناصر لا تقل يعني عن عدد مثلا 10 او 11 لاعب مقيدين في الفريق الاول، بنلاعب فيهم دلوقتي حالا اساسي على الاقل اربعه او خمسه منهم بيلعبوا اساسي، فده كان 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 كان, كان يعني بسبب شيء، فهو بسبب التكاتف اللي احنا بنتعامل بيه وبسبب الاداره كلها ان احنا ورا كابتن محمد ورا قطاع الناشئين، ان ربنا يكرمنا دايما ونطلع ذخائر ولاعبين من الطراز الاول في مصر وفي نادي انبي وفي الانديه كلها. ما شاء الله يعني في نجاحات كبيره، وزي ما بقول لك يا استاذ محمد يعني قطاع الناشئين بنادي انبي بيحقق نادي انبي ملايين الملايين. ابرز المشاكل اللي انت بتشوفها وانت يعني مشرف عام ومتابع جيد كمان لقطاع الناشئين بنادي انبي، ابرز المشاكل اللي انت يعني بتشوفها ونفسك يتم تطويرها في هذا القطاع. والله يا فندم انا يعني كابتن اسامه هي المشاكل دي على 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 المستوى العام، احنا عايزين نتطور، لان موضوع التطور ده بحر واسع جدا. تمام؟ يعني ابسط مثال احنا كنا بنفكر فيه والاداره كلها كانت بتفكر فيه، ان احنا نعمل تاهيل نفسي، ندخل تاهيل النفسي للعيب. ندخل اللغه للعيبه، اللغه كويس قوي، انت عندنا مشكله عشان اللعيب لو احترف بعد كده. بالظبط، مشكله قويه جدا، ان انت معظم اللعيبه عندنا ما يعني مش هنقول ان هي بتعرف لغه ثانيه، ولكن اللغه الثانيه ده بقى شيء وارد وشيء اساسي عشان تسهل على اللعيب الموضوع الاحتراف. دي حاجه. ثاني حاجه، ثالث حاجه النظام الغذائي، يعني انت عايز حاجه تبقى مانيوال، لان انت النهارده لو احنا اتكلمنا شروط الترقيص بتاعت الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد الدولي بيبقى ليهم كريتيريا معينه لازم تتطبق، فلازم النهارده الاتحاد يفرض على كل الانديه ان الشروط دي لازم تتطبق، ليه؟ لانها تتماشى مع التطور الطبيعي بالنسبه للاحتراف للانديه المحترفه في العالم كله. وما يمثلها وما يطابقها في قطاع الناشئين. فالحاجات البسيطه دي كلها احنا بنواجهها، لان احنا ما عندناش الامكانيات، مش ما عندناش الامكانيات الماديه، ولكن ما عندناش المؤهلين ان هم يعملوا حاجه زي دي. فعايزين نبقى فيه
نوع من انواع التطور ونوع من انواع الاضافه للقطاع في الحاجات اللي تساعد اللاعب ان هو يتاهل ان هو يلعب بره او يحترف زي محمد صلاح. يعني محمد صلاح هو علم نفسه بنفسه، احنا مش المفروض ان اللاعب هو اللي يعلم نفسه بنفسه، المفروض ان يبقى النادي المسؤوليه الاجتماعيه بتاعته والمسؤوليه المهنيه بتاعته ان هو يعلم اللاعب عشان يعرف يحترف بره. لان احنا عندنا كنز في مصر كلها مش بس قطاع الناشئين بتاع نادي انتي، احنا عندنا كنز كبير جدا جدا من اللعيبه فاهم بتهدر وبتروح عشان حاجات صغيره بالشكل ده. وانا بعتبر قطاعات الناشئين في الانديه منجم من ذهب. اخيرا يا استاذ محمد، شايف اعتماد الكابتن حلمي طولان ما شاء الله على 11 لاعب من قطاع الناشئين ده شيء عظيم وشيء يحسب للقطاع، اعتماده على 11 لاعب للفريق الاول شايفه ازاي؟ ده استراتيجيه يا فندم، ما هي دي بقى دور الاداره في القصه دي. حضرتك النهارده حضرتك المدير الفني لما تيجي تتفق معايا تقول له احنا عندنا كنز تحت، احنا عندنا 1 2 3 4 هنطلعه لك في المراكز الفلانيه، عندنا انت البديل بتاعك، احنا عندنا بنعمل بديل لواحد واثنين وثلاثه في كل مركز من القطاع. وبيطلع وبيثبت جدارته وبنعمل معاه عقود وبيلعب كمان. فاهم قصدي؟ فطبعا ده انجاز ان انت تلعب. احنا ابسط مثال كان ماتش بيراميدز اللي احنا تعادلنا فيه، كان في 8 من الناشئين بيلعبوا. وده شيء يحسب للقطاع طبعا. طبعا طبعا يعني مجهود وراه شغل كتير جدا 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 لا يقل اهميه عن الفريق الاول، مجهود كتير جدا ومبذول بصراحه بنتعب فيه جدا وبنحل مشاكل وبنطور وبنحاول نطور فيه عشان نقدر نواكب حتى الانديه المحترفه خارج مصر. وان شاء الله ربنا يكرمنا وتبقى امتي دايما في الصداره في قطاع الناشئين، وده بمجهود برضه كابتن محمد اسماعيل وكل اطقم العمل، وبشكرهم من البرنامج عند حضرتك وبشكر الاداره اللي بتدينا الدعم كله كامل عشان نعرف نطور القطاع ونعرف يبقى على المستوى ويفضل على نفس المستوى بتاعه زي ما هو موجود باذن الله. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد غرابه نائب رئيس نادي انبي والمشرف العام على قطاع الناشئين. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين في حوارنا مع ضيفي الكريم الكابتن محمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين بنادي انبي. منافسة قوية بين دجلة وسموحة وفي الأهلي وفي الإسماعيلي، في فرق كتير، فهي مسابقة قوية. أحب أشكر الجهاز الفني بتاعنا والجهاز الإداري المنظومة بتاعت نادي إنبي على الموسم المحترم اللي بادئين بيه السنة دي، وعاملين فترة إعداد محترمة، وإن شاء الله البطولة تبقى بتاعتنا. ويعني الحمد لله مسابقة محترمة. إحنا كنا بنلعب دوري منطقة، حاليا إحنا بنلعب دوري جمهورية، دوري جمهورية مواليد 2005. ما كانش موجود الكلام ده كله، منافسات والحاجات دي كلها، والفرق دلوقتي بقت متساويه وما شاء الله يعني غير دوري المنطقه خالص. وحاليا ان شاء الله الدوري افضل حاليا ان شاء الله يبقى بتاعنا. طبعا فتره الاعداد الجهاز كله، الجهاز الفني كله تعب معانا من سفر من مكان لمكان. طبعا نادي انبي مش محتاج حد يتكلم عليه، طبعا نادي انبي معروف باسمه. طبعا كل بطوله بنخشها لازم ننافس عليها، والبطوله السنه دي كل فرقه داخله عايزه تاخد اول. طبعا فتره الاعداد كانت صعبه جدا، كنا بنجري من الساعه 5:00 الفجر، والحمد لله ربنا كرمنا في اول ماتش كسبناه وحصل كده دروب يعني، وان شاء الله هنرجع تاني. لا في كتير، كل اصل دلوقتي ما فيش انديه، هو كله اللي عنده الناس حلوه في الانديه هي اللي بتنافس، ملوش علاقه مثلا لو هو فرقه وحشه في الفريق الاول او كده، كله بينافس اللي عنده مواهب بينافس. وبدايه الموسم يعني ما بدانا اول ماتش حلو، بس تاني ماتش وتالت ماتش ورابع ماتش حصل دروب بسيط كده، بس احنا ان شاء الله هنعوض يعني وهنرفع مستوانا تاني الاول. طبعا يعني دوري الجمهوريه ده بيديك يعني بص ثبات انفعالي تعامل تحت الضغط وحاجات يعني حلوه جدا يعني، تجارب حلوه يعني، كلنا هننافس على البطوله يعني مهما كان الفريق الاول بتاعك وحش او حلو كله هينافس على البطوله عشان ناشئين هتبقى كلها بقى قويه، فيعني دوره حلوه يعني. اهلا بحضراتكم من جديد، بجد تحيه بضيفي الكابتن محمد اسماعيل. كابتن محمد، لفت نظري في التقرير بتاع اللاعبين اللاعب الاخير علي ايهاب. علي ايهاب لما ذاعنا مباراه 2006 هنا على قناه الاهلي، دي حقيقة ما شاء الله لعيب لفت نظري وقتها، لعيب مميز. علي ايهاب من اللعيبه اللي ان شاء الله خلال سنتين ثلاثه هتسمع عنه وسمع كويس قوي، هو وغيره طبعا، بس هو علي ايهاب من اللعيبه فعلا مميزه جدا. بيلعب بلاي ميكر، هو لعيب من اللعيبه اللي تخيفها كابتن اسامه، عنده رؤيه، عنده قرار في الملعب، لعيب لا
الكرة يا كابتن اسامه، اللعيب اللي بيبقى عنده قرار في الملعب ده بقى عمله نادره. هو ممكن يبقى لعيب كويس قوي بس ما عندوش قرار، ما بيعرفش ياخد القرار امتى او ازاي. عالي من النوعيه اللي بيعرف ياخد القرار امتى وازاي، والنوعيه دي من اللعيبه هي اللي بتكمل في الكوره. علي ايهاب انا بتنبا له مستقبل باهر، هو ومحسن الفرود وكمل. انا مش عايز محسن اشرف مش عايز اتكلم بس انسى اسامي، بس فعلا احنا زي ما بقول لك كابتن اسامه اللعيبه عندنا احنا بنتعامل معاها بشكل مختلف دلوقتي. احنا بنحاول عرفنا دورنا كويس قوي ان احنا نصعد اللعيبه سواء الفريق الاول لانبي او لانديه مصر، وخاصه كمان بنشتغل على المنتخبات يا كابتن اسامه. ما هي دي بقى يحسب دلوقتي لقطاع الناشئين بنادي انبي. لما بنتكلم على منتخب 2003 اللي بيلعب النهارده في تونس، في تونس سبع لاعبين موجودين في القائمه النهائيه، يعني شيء عظيم. واعتقد يا كابتن اسامه ان شاء الله ان شاء الله على دخول المنتخب ده في البطوله الافريقيه الاساسيه بتاعته هيبقى فيه اكتر من عدد ده من لعيبه انبي، لان عندنا فرقه 2003 ومش عشان انبي خالص، انا بتكلم بقى بحد متخصص في الكوره في كره القدم يعني. جيل 2003 في انبي جيل مميز بشهاده خبراء الكره في مصر كله. كل الخبراء احنا عندنا الجيل ده جيل مميز جدا بنفس الجيل بتاع 87 زي ما كنت بحكي مع حضرتك. فالجيل ده اعتقد ان هيبقى فيه اكتر مش اقل من 10 لعيبه في المنتخب، والجيل ده هيكمل في كوره في كل الانديه، يعني هيبقى من الاجيال المميزه في النادي انبي يعني ان شاء الله. عايز عشان وقت برنامجنا نقطه مهمه اتكلم فيها. اتفضل. وانت النهارده راجل خبير في المنطقه دي، قعدت فيها سنوات طويله وليك رؤيه. المشاكل الموجوده النهارده انا بستغرب لما اشوف التغييرات في الدوري الممتاز خمسه، واشوف في قطاعات الناشئين او في مباريات الناشئين ثلاثه بس. هل النهارده من الاولى يكون موجود خمسه في الدوري الممتاز، ولا تحت يبقى خمسه وسبعه علشان ادي مساحه اكبر لاكتشاف المواهب؟ معروف في الدنيا كلها ان المفروض كل ما بتنزل تحت القاعده تكبر يعني. انا دلوقتي ده في حاجه اخيره اضيفها وبعدين اخش بالتفصيل يعني في النقطه دي. مسابقه 2008 السنه اللي فاتت او سن ال 14 سنه ان هو يلعب يعني 11، كانت المسابقه 35 دقيقه والتغيير 8. ده مسابقه 2008. السن 2008 اللي هو السنه اللي فاتت كان يعتبر 2007. اللي هو السنه دي بقى 2008. 2008 السنه دي اتعمل ايه؟ اتعمل التوقيت 45 دقيقه والتغيير 3. ملعب كبير. ملعب كبير. طب ازاي؟ احنا بنتكلم في نقطه انا اتكلمت فيها كتير النقطه دي يا كابتن اسامه، وهي ايه؟ المشاكل اللي احنا بنقابلها لعدم التنسيق اللي لسه كنت حضرتك بتتكلم فيه مع الاستاذ غرابه. التنسيق بين الاداره والقطاع. انا بطلب حاجه واحده بس، التنسيق بين اتحاد الكوره ورؤساء قطاع الناشئين. احنا اللي ايدينا في الموضوع. انا ما ينفعش فجاه الاقي فرقه بطوله الجمهوريه 2007 تتعمل يوم جمعه والساعه 10 الصبح. طب قلنا يا جماعه عشان صلاه الجمعه، فالحمد لله بقت يوم السبت الساعه 11. بس الساعه 11 ده الولد ده هيصحى امتى؟ ومش كل انديه مصر بتصرف على لعبتها كابتن اسامه. هي دي النقطه الثانيه المهمه برضو. النهارده ولد 2007 ده، النهارده بيبقى في نادي في اسكندريه ونادي في القاهره، وبنتكلم ممكن النادي امكانياته مش قادر يصرف على خمس فرق بيلعب دوري الجمهوريه وسفر وانتقالاته واتوبيساته ومبيته والكلام ده. النهارده لعيب الكوره ده هيصحى الساعه 4 الفجر ولا 5 الفجر علشان يسافر، طب هيفطر امتى عشان هيلعب المباراه؟ ارجع تاني نقطه التغيير يا كابتن اسامه، وفي نقطه فنيه محدش واخد باله منها. انت المفروض في البراعم كنت بتجبر الفرق ان هو يجي في الشوط الثاني يغير فرقه كلها. انت بتعمل ده ليه؟ انت عايز اكبر عدد من اللعيبه يتشافوا ويظهروا وتظهر موهبهم. انت دلوقتي لما تيجي تعمل لي ثلاث تغييرات بس في قطاع الناشئين، طب ازاي؟ ده الدوري الممتاز يا كابتن اسامه خمسه، اوروبا خمسه ده كبار. طب انا في الناشئين اللي هو المفروض هيتعب اكتر، مش هيستحمل الفترات، ودي مساحه اكتر. ما لسه بقول لحضرتك، ما انا قلت ابتديت بالبدايه دي. ان انا عايز الناس كلها اللعيبه كلها تتشاف. اللعيبه كلها تلعب. السن الصغير ده الولد اما ما بيلعبش يا كابتن اسامه انت بتشوف ساعات الدموع في عينيه. بس انت هتعمل ايه؟ فانت بدل ما تجبر المدربين عامله بالظبط زي من مسابقه 2001 يا كابتن اسامه. معلش انا هخرج بس الحته دي بسرعه. 2001 دي اتقال ان ده اهم جيل للكره المصريه في الوقت الحالي والمنتخب الاولمبي. طب تمام حلو. افاجئ قال لك طب مسموح ياخد خمسه من الفريق الاول. طب انا هنزل خمسه من الفريق الاول. طب 2001 ده مين اللي هيشوفه؟ مش ده المنتخب الاولمبي؟ السن 2001 هو اللي هيلعب؟ انا المفروض ما كنتش نزلت حد من الفريق الاول. انزل ازاي حد من الفريق الاول لسن انا المفروض عايز اظهره عشان اعمل منتخب اولمبي؟ طب الكابتن شوقي غريب هيشوف اللعيبه دي ازاي؟ هيشوفها فين؟ بس في حاجه نقطه دي اختلف معاك فيها. لا اتفضل. النهارده برضو تدي فرصه لعيبه الفريق الاول ما بتشاركش فوق انها تلعب.
تاني حاجه مش هتلاقي معظم الانديه بتنزل خمسه، ممكن النادي ينزل اثنين لعيبه، يعني النادي الاهلي في كل مبارياته هتلاقي تنزل اثنين لعيبه من الخمس او ثلاثه لعيبه في حد اقصى لو نزل مباراه عايز يجهز لاعب، بس مش هتلاقي الخمس لعيبه بتنزل. طب انا هتفق مع حضرتك بس هسالك انا بقى سؤال. طب هو حضرتك الفريق الاول هو ده اللي هممني دلوقتي ولا اللي هممني ان انا ابني اطلع اللعيبه؟ انا بظهر لعيبه يا كابتن، الفريق الاول ده اتقيد في الفريق الاول يلعب في الفريق الاول خلاص يا كابتن، ده لعيب بقى فريق اول. خلي بالك سنه 2001 دلوقتي ما شاء الله شايفين عدد كبير بيشارك وموجود وفي مقدمتهم كمان انبي ده دي النقطه الثانيه، بس انا بتكلم فيها يا كابتن اسامه ان انت المفروض في الناشئين تكبر القاعده وتسمح لاعداد كبيره ان هي تشارك في المباريات الرسميه، ده هدفي من الموضوع. ان انا ما ينفعش ابقى اقول ان 2001 هو الجيل المميز للكره المصريه وفي نفس الوقت هتلاقي انديه، طب انت بتقول النادي الاهلي احنا ما بنزلش ولا لاعب يا كابتن اسامه من الفريق الاول، احنا بنحاول نطلع الكابتن، عندنا كابتن حلمي طولان في الحقيقه عامل طفره السنه اللي فاتت السنه دي، كميه لعيبه من الناشئين والحمد لله بيلعبوا وبيشاركوا اكتر من 15 لاعب يا كابتن اسامه من قطاع الناشئين. بتبقى سعيد يا كابتن محمد وانت قاعد وشايف ان الولد جداً. ده عندنا في القطاع ودلوقتي موجود في الفريق الاول وبيلعب وبيأدي واسمه ما شاء الله دلوقتي. صدقني يا كابتن في القطاع كله مش انا بس، كل القطاع كل المدربين بيبقوا حاسين ان ابنه حد كان بيربيه وبقى كبير وشافه قدامه شاف طموحه اتحقق، فبتبقى بالنسبه لنا سعاده بالغه في الحقيقه يعني. شرفتنا ونورتنا يا كابتن محمد واستمتعت بالحوار معاك. ربنا يخليك، وانا المتشكر كابتن اسامه وبشكر كل القائمين على القناه، وان شاء الله يبقى موسم خير علينا كلنا وعلى الكره المصريه يا رب. دايما نشوف قطاع الناشئين بنادي انبي كده ما شاء الله حاجه عظيمه دايما. ربنا يخليك ويبارك فيك، ربنا يخليك. بكده النهارده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر ضيفي كابتن محمد اسماعيل، بتمنى له كل التوفيق في نادي انبي، ما شاء الله نادي انبي زي ما بقول لحضراتكم من اقوى قطاعات الناشئين اللي موجوده في مصر، دايما بيصدر لعيبه مميزه لمنتخب الناشئين والشباب والاولمبي، وكمان لعيبه موجوده في المنتخب الاولمبي. بشكر كمان فريق الاعداد النهارده، رئيس التحرير الاستاذ محمود شوقي، ابو حكيم ابو علم، احمد رشاد، علي توحيد، يسرى، وكمان مخرجنا المميز محمد دكرودي. اشوفكم الاسبوع اللي جاي حلقه جديده من الاشبال. احنا ملوك اللعبه احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدين، احنا نهد جبال اسال يا ابني علينا، الاهلي سيد القاره واتقال واحد فيها.